مقدتي okay. الرواية تنقال في الشيء خالق الرواية تنقال شن هي من عدر قاش طريع له ذي الرواية يقول لك كده أعطيها عبارة خالقي بيقول أنا دوخت دوخت أنا دوخت في مشرف الثاني أنا مش عمرها في مشرف الثاني أنا نور معين في مشرف الثاني أنا ما في شيء في مشرف الثاني خلق له حاله تاري دي فتاي هيك دي تاري لا يرى أنا عارف الناس مدمنة رغم أن إدمانه ما مدمن ورغم أن إدمانه مثلا ما طب إلى حد الآن ما أعطاني إخبار ولا أعطاني تحريم أنا عمي إدمان عادي إدمان عادي طب جد ما غير إدمان تعطي فارغة وما فيش تسمم رغم أن تلقى فيه من الروايط وفيه عادي وحال فارغة من الميكروبات وحال فارغة من الزيت هاي الطريقة مثلا هذا في السرية الزاي عادي عادي بالنسبة للناس دام رجال من الحمرين الواقف يأتي شربة تاي بأي طريقة ذكرت عن تاي مثلا قلنا عنه فيها ثلاث جيمات جماعة وشر وجمع ما يقدر رجاج مثلا انه واحد تارية تاي وعاد فرد مثلا ما احنا جماعة ذيك هي قد تاي واحد هذا كان قد خلقت في الزمن هذه قاعد شوفي هذه ياسرة تقيل ما دخل من الناس دي في ساقيلي شربة تاي واحد أنا شخصيا قد هو 4 أيام في أدرار وحدي وتيت مرة واحدة رغم أن عندي المعين وعندي السكر وعندي الورقة وعندي الفاخر وعندي الكامل كل ما ريت حد ما أجبر حد يشرب معي التاي زين ذوك 4 أيام شربت التاي مرة واحدة هون تفتقد قيمة الجماعة ومزاق باقي في أغريك لا الحق حاني يقول لك لا في أخبار التاي كان يقيف الكيسان نوع من الكيسان كان هو اللي يسيي فيه من يعود ما خالق ينقص مالي من قيمته تاعي والله حتى الكيسان اللي فيهم الزين ذاك هذا سؤال مهم شوفي الكيسان كل زمن عنده كيسانه ايه يعني الكيسان الان صردوهم ما نعدلوهم من خيار ما هم ايه والله ذاك الزمن كان كيسان ينقال كيسان مينته وكيسان حياتي وكيسان الواخ ايه وفيهم ياسر من السامي اللي متداول اصلا هو الواخ الواخ شوفي كان اول مرق الواخ كان هو المتداول يا غير مرق كيسان ثاني امد اسم من الواخ احرش صار فيه تايب قدام مثل رشيقة ومثل زين ومثل مدس ومثل طالبة في الاخداق ومثل تصلح لي جماعة من جاء طالبك كيسان دي امد اسم الواخ الواخ ما ينقز ما تلى موضة عاد الناس قيدها في الكيسان وخارج كيسان ثاني نسوب ذاك كيسان بنار وكيسان أرقاك شوي فيهم زواق إصداغ وكيسان نتعود مولي مرحلة تخبط الكيسان ومنين يجي كيسان طارين مثلا يبتوا ذلك الكيسان الأولين اللي عادوا في مستوى الجماعة وده مستوى طرحة المطابلة حتى في الطبالي ومدي كانوا فيهم التفضيل الطبالي نحاس الزينات وهم عادوا يوقفوا إلى كرعين أثلاثة كرعين يعودوا مثلا ياكل القيام يعني يتكاد مع الطب ده ويا مجبر صعوبة تروح برات وفود وإلى آخره الحالة كاملة عادة تطور غير كامل رقم تطور الحالة رقم الطب ده عادة في كرعية ثلاثة وما قاعد يعمل كرعية ستة ذاك التقليد الأول ما كيف توشي ما كيف توشي يعمل دارة قاش أكبر كيسان هم اللي معروفين معدودين معدودين يقبل ترى البيضة ورشة منه ناظر هتكف يطرح عليها كيسان هذا هو تاي الزيت منين يجي عود يجي كتاي كثر من الترام البيضة هي والله لا التقليدية التقليد تعطي ما قد يطيح لا الحد هذا كامل من قد أخبار أتاي وإجماعة إجماعة من قد في الفريق كان مثلا خارج نوقات معينة مثلا كانها في تخلق الدحمي صلى الصبح والله اي وقت والله كان ما عنده وقت معين والله شفتي يا تاي وقت وثلاثه اوقات وثلاثه معروفين زياده عند الطوارئ مثلا حد جاك ضيف خاطر باب يعني خارج قيمه فمله تاي عنده وقت معين فيها عنده قيمه تاي